طيب سيادة السفير، يعني دي النقاط اللي حضرتك قلتها اللي من شأنها انها تهد الوزارة، مجلس الوزارة، او انها يعني تخلي الناس خلي تبتدي الناس تخرج تعترض، للشارع. تبتدي تعترض على مجلس الوزارة. بس انا عايز اتكلم على المرسوم اللي طلع بإعطاء دكتور كمال الجنزوري او الوزارة يعني صلاحيات الرئيس. معلش هسأل سؤال برضو بداية، هو ايه صلاحيات الرئيس؟ هي دي بتاعت واحد دستور 71 يعني، ولا اللي هي ايه؟ اه طبعا، ما هو صلاح بالظبط، صح؟ مش بدايه ولا حاجه، ده سؤال مكار. يعني ولا مكر ولا حاجة. لا مكار جدا. طبعا ما اذا قلت صلاحيات الرئيس يبقى لازم صلاحيات الرئيس المبينه في قانون، في الدستور الصادر سنه 71، والا ما هي هذه الصلاحيات؟ صحيح، ما فيش صلاحيات اخرى صح، ما عدا القضاء ما والمجلس عدا القضاء والجيش والجيش. يعني. على كل حال انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، شوفي فارق بين ان تملكي السلطه القانونيه وبين ان تمارسي السلطه الفعليه. ايه الفرق بقى؟ في واحد لا يملك السلطه الفعليه، لا يملك السلطه القانونيه ويمارس سلطه فعليه، يعني واحد مالوش اي صفه قانونيه مثلا لكن عنده قدره انه يفرض قراراته رغم انه ما عندوش سلطه قانونيه. واحد عنده سلطه قانونيه لكنه لا يستخدمها، زي مدير تقول له امضي وهو عنده سلطه لا يجرؤ انه يمضي، لازم يسأل رئيسه. فحتى لما تديله السلطة مش يظل. عارف. على كل حال الدكتور الجنزوري الآن مسؤول أمام التاريخ، هو يقول أنه مفوض بكل السلطات وبالتالي لا عذر له، ملوش عذر، بيقول أنه عنده كل السلطات، ما حدش ويقول أنه سيشكل حكومة إنقاذ وطني وأن لديه خطة. احنا دلوقتي نقول ايه؟ ما كناش عاوزين حكومة الجنزوري، اما وقد جاءت كأمر واقع لفترة محدودة فنحن نحتملها على امل ان تحقق تقدم صحيح حقيقي واصلاح حقيقي. اذا حققت هذا نضرب لهم سلام. طبعا، وبالبلدي كده المايه تكدب الغطاس يعني يا سيادة السفير. المايه هتكدب الغطاس على طول، طبعا المايه هتكدب طيب، الغطاس. ملفات مهمة، كلام كتير كان بيحصل عليها الفترة اللي فاتت، زي ملف الإعلام، ملف وزارة الداخلية، اللي حضرتك من ضمنها قلت الأمن. يعني الأمن لو لم يتم استعادته بشكل كبير هتبقى في مشكلة حقيقية في الوزارة. بس هتكلم كمان، هزود عليه ملف الإعلام. هيك شايف إيه الإجراءات اللي الوزراء المكلفين بالوزارتين دول مطلوبين منهم، أو إجراءات سريعة؟ لان كل حد دلوقتي كلنا بنفهم في السياسه زي ما حضرتك عارف دلوقتي، ولما تركب مع سواق تاكسي يقول لك في وزير اللي مش عارف ايه، يعمل 1 2 3 4 دول يبقى زي الفل. فحضرتك شايف انه ايه اولويات، او ايه راس القايمه في التو دو ليست يعني اللي المفروض يعملها وزير الداخليه ووزير الاعلام؟ وزير الاعلام ما اعرفش باختصار ليه، لان انا بعتبر انه الشيء اللي المفروض يعمله وزير الاعلام انه ما تبقاش في وزاره الاعلام من حيث الاساس، تبقى هيئة، تبقى جهة يعني مستقلة تبقى مستقله، تتفتفت اعملي زي البي يعني. بي سي، اعملي زي البي بي سي، هيئه مستقله صحيح مملوكه للدوله، لكن لان انا على فكره يعني عارفه حضرتك امكانيات التلفزيون المصري ده والكفاءات اللي فيه دي تعمل 1000 محطة تلفزيونية، ليه الناتج بتاعها أقل من محطات بسيطة جدا هي كده؟ آليات إدارة يعني يا فآليات سيادة. إدارة، فحضرتك محتاجة ثورة إدارية، ثورة إدارية على أساس من الشفافية ومن الكفاءة ومن العدالة، مع زوال بقى، وده لحد كبير زال ما احنا في قناة مملوكة للدولة، احنا قناة حكومية جدا. القناة حكومية وبنتكلم بمنتهى الحرية بما يجاوز سقف الحرية اللي موجود حتى في القنوات الخاصة. وأنا دي تالت مرة في الموضوع ده وفي قنوات حكومية، فحصل تطور. لكن احنا عاوزين الوزير الإعلام القادم إذا كان أزال التابوهات، أزال القيود الحمراء السياسية، عليه أن يحسن إدارة هذا الجهاز تمام. بحيث يمكن الكفاءات والمواهب الرائعة الموجودة في وزارة الإعلام أنها تنطلق وتعطي. أما من حيث الداخلية فأهم شيء هو فلسفة العمل، إن الأمن مفيش خيار بين الأمن والقهر. يعني تقولي لي إيه؟ يأمنك يقهرك. يأمنك يقهرك. لا،
او عشان امنك اقهرك، مش عاوز اقهرك اصطفل بقى. لا، احنا نريد الامن مع احترام القانون واحترام حقوق الناس واحترام الشرطة ايضا. يعني انا ايه، انا مش عاوز واحد يمشي عكس الطريق ويجي ضابط يوقفه ويقول له يتخانق معه. لا، في قانون ينبغي ان يفرض، وهذا يقتضي الحقيقة اعادة هيكلة وزارة الداخلية، وفي اجراءات ثورية. انا لا اعتقد لا الوزارة الحالية قادرة عليها واعية بها ولا قادرة عليها. لكن انا خليني برضو اقول مرة اخرى، خلينا نتريث في الحكم ونقول يا رب يكون ظننا في غير محله، ويا رب ان هذه الوزارة هتقدر تعطي شيء، لانها اذا لم تعطي سيحكم عليها الشعب، سيحكم عليها حكما قاسيا. سيد سفير، ختاما، حضرتك متفائل بشكل عام ولا متفائل بس بحذر يعني؟ لا، متفائل طبعا جدا جدا. ليه بقى؟ لما الناس بتنزل في الانتخابات بهذا الشكل وتعبر عن رأيها، ده بيعطيني ثقة في المستقبل. أنا الشعب لا يقهر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولذلك أنا احنا مطمئنين جدا. سيادة السفير محمد رفاعي الطهطاوي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا ونورتنا يا فندم. ميرسي لحضرتك. ميرسي جدا، شكرا جزيلا. لسه مكملين حلقتنا معاكم في نهارك سعيد. وزي ما قلت لكم في اول اليوم، بنتكلم في السياسه وبنتكلم في كل حاجه، بس لو جه ماتش كوره كلنا بنبقى من بلد تانية. تعالوا نعرف تحليل الماتش بتاع امبارح، ماتش المنتخب الاولمبي والخساره اللي زعلت ناس كتيره، في الفقره اللي جايه مع فادي. خليكم معانا.